استاذ وحيد مخيبر، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، مساء الخير. طبعا لايف توبلك في المدينه النهارده، حضرتك تكلمنا عن معرض رحاب. هو معرضها الاول؟ هو طبعا يعني الفن متسع للجميع ومش للمتخصص، يعني في ناس كتيره فاهمه ان لما يجي معرض زي بتاع رحاب وده معرضها الاول يتهيألوا انه ده عالم مستغلق وخاص بالفنانين. بالعكس، هو الفن تشكيلي زي المزيكا. اقرب امثله يعني انا لما بسمع مقطوعه موسيقيه مجرده زي سيمفونيه او حتى مقطوعه من المقطوعات الموسيقيه لعبد الوهاب او للسنباطي، انا ما بقولش دي معناها ايه، انا بقول دي حسستني بايه. احنا النهارده قدام عمل زي ده، هو في حاله لونيه، دي يعني منهج واسلوب اسمه التجريد، يعني انا بجرد الاشياء من شكلها المتعارف عليه. يعني لو ده بحر فانا مش شايف ان هو بحر، لو الجزئيه دي مركب فانا شايفها متبسطه. انما هو المقصود ان الفنان من المزيج اللوني ده ومن العلاقات اللونيه ومن الحاله اللي انا بتفرج على اللوحه بعيش حاله معينه. هل هي حاله صفاء معكره بالالوان الحمراء دي؟ هل في بحس فيها يعني ما بيبقاش حاجه معينه مقصوده؟ يعني لما مثلا حته مزيكا ما بيبقاش بيقول المزيكا دي حسستني بايه، انا برضو بقول اللوحه دي ادتني احساس بايه. ببسط الفن التشكيلي قوي عن الصوره المعقده اللي معظم الناس الغير متخصصين طبعا شايفينها، بتقول لهم بصوا على اللوحه وحسوها واحساسك احساسك، لان الفن هو الاحساس. انا لما بسمع يعني حتى الاغاني اللي موجوده وليها معاني وكده، يعني بنقعد نبص على معنى الكلمه. بعد ما بخلص العمل الفني بقول انا حسيت بايه، والله انا عايز اسمع ام كلثوم الاغنيه بتاعت جديت حبك دي، حسستني بكذا، رجعتني بكذا. الفن التشكيلي نفس الموضوع. المشكله ان في الفترات اللي فاتت ان في ناس بيقدموا الفن التشكيلي ان هو عالم خاص ومقفول على ناسه وعلى عالمه. لا يا جماعه، الفن طب ما انا الفن ده مبتدي معانا من بدايه البشريه، من اول الكهوف كان في رسومات الانسان البدائي حب يعبر عن مشاعره ورسم على الكهوف، وبعدين الحضارات، وبعدين الاديان رسمت سواء الديانات السماويه او ما قبل الديانات السماويه اللي احنا عارفينها طبعا، انما في كل الحضارات وكل الثقافات، لان الفن هو بيسجلوا تاريخهم وبيسجلوا التاريخ. ما هو التاريخ عباره عن مشاعر زي الطقس اليومي، هتلاقيه عند الفراعنه وهتلاقيه عند الاشوريين، الحصاد، الزراعه، الميلاد، الحب. ها، فهو انا بدعو الناس ان هي تتفرج الاول على الفن التشكيلي باحساسها، وبعدين لما بينفعل ولما بيحب يبتدي بقى يدرس. يعني انا مش معقول هفهم طه حسين من اول مره، ببتدي او نجيب محفوظ من اول مره، انما بعرف الموضوع. وبعدين يجي حد يقول لي لا والله ده الموضوع ده هو رمز ان في صرصرة على النيل، ان ده رمز لضياع مصر. انما في الاول انا بتفرج وبشوف ان ده موضوع الناس دي. وبعدين في بعد تاني رمزي او بعد تأويلي من اول الفن لحاجة اعمق. فخلينا في الاول في المستويات الاولى ان احنا بنتفرج على الفن كاحساس. انا اشتريت اللوحة دي حاسس انها مريحة لعيني، فيها جماليات معينة، وببتدي اعرف التكوين والايقاع والموضوع وهكذا. حضرتك رايك ان المدرسة التجريدية بتفتح مساحة اكبر قدام المتلقي ان هو اللي خياله اكتر يطلق خياله اكتر من المدرسة الكلاسيكية؟ هو التجريد مش هيلزمني بمعنى، التجريد هيلزمني اكتر بحالة. وطبعا يعني انا اتكلمت مع رحاب ان جميل ان انا اكون بشتغل تجريد وجميل ان انا اكون بعبر عن مشاعري، بس جنب ده لابد من المذاكرة. يعني زي العازف هو بيطلع يعزف حاجة لبيتهوفن او بيعزف حاجة لعبد الوهاب او لأم كلثوم، انما طول النهار بيذاكر نوت، بيذاكر ايقاع، بيذاكر سرعات، بيسمع. فلابد ان الفنان برضو، اي فنان في المسرح بيعمل كده، في السينما لابد ان رحاب برضو تبتدي تذاكر. المذاكرة مهمة، هتأثر حتى لما اجي اعمل لون مجرد كده ابقى عارف اللون ده انا بعجنه ازاي، تأثير اللون ده هيدي ايه. بتقرب للفنان، دي عدة الشغل، المذاكرة هي عدة الشغل، وبزود من حصيلتي التشكيلية ومن مذاكرتي بحيث ان ايدي قادرة طوال مع اكثر الناس الدكاترة او مهندسين او وفنانين جواهم، بس ايده مش مطوعاه. يقول لك انا نفسي ارسم، فانا لما بذاكر ايدي بتبقى
تستجيب. حضرتك لمست النهارده ان ايه الوان الموسيقى روح رحاب اللي حطيتها في الاغنيه؟ هو رحاب عندها يعني في عندها مستويين، هنلاقي ده مستوى اللوحه اللي انا اخترت ان احنا نتكلم قدامها، هو شغاله على سلم الالوان البارده اللي هو الازرقات والاخضرات، بس واضح فيها الازرقات، وفي صراع تاني باللون الاحمر او الاورنج اللي هو لون سخن وفي حراك وفي، فهي حالا فعاليه كده مزيج بين وفي لوحات تانية هتشوفوها طبعا وهتعرضوها زي اللوحه اللي موجوده هناك، مجموعه ازرقات فيها صفاء، فهي كبنوته وبتبتدي يعني عندها فيض من المشاعر لغايه ما هتلاقي نفسها، ده هياخد وقت، وكل الفنانين على المدى بيمر بمراحل لغايه ما بيستقر ويبقى عنده شخصيه اللي لما نتفرج على شغله نقول ده فلان. تقييمك ايه اللي رحاب باعتبار ان ده معرضها الاول؟ هل انت شايفها من المبتدئين اللي هم لسه فعلا دي اول خطوه على السلم الصح؟ والله انا عايز اقول حاجه، هو واضح هي اول مره بتعرض، بس واضح ان هي بتشتغل من زمان، يعني معرض مشترك ايه؟ انا ما اعرفش الحقيقه، بس واضح ان بيبان لعنينا احنا كناس يعني عشنا سنين يعني ما يعني بنحب الفن ومن زمان يعني عايشين تجارب الفنانين وشفنا، فهي عندها حس حلو وعندها مذاكره كتيره، يعني هي ذاكرت برضو واشتغلت، بس انا عايزين نوجهها ناحيه الناحية الأكاديمية إنها تبتدي تدرس ترسم تماثيل، وده أنا بقوله لكل الشبان وأنا بعمل كده لغاية دلوقتي، بطلع وبذاكر وبرسم وأطلع أرسم لاندسكيب، حتى دلوقتي أنا بشتغل ديجيتال أرت، حاجة ليها علاقة بالسينما اللي هو البروفيشنال بتاعي التاني يعني، إنما لابد إن الواحد يذاكر وقلم الرصاص أو الحبر الشيني وأصور فوتوغرافيا وأروح أذاكر، لما أجي أعمل اللوحة أنا بقى عندي مخزون كويس، وممكن الموضوعات اللي أنت بتعمليها دي كلها تاخدك لفكرة تانية غير المذاكرة، بس يعني أنا بعتبره ده رصيد الفنان اللي في بنك الفن، المذاكرة وإن الواحد تكون إيده كويسة وفاهم تشريح وفاهم ظل ونور وفاهم منظور كويس، وده للكل. دي نصيحتك لرحاب النهارده كلنا هتذاكر، نصيحه لينا كلنا وبقولها لها طبعا. تقول لها ايه كمان النهارده في مرة؟ بقولها طبعا مبروك، وانا فرحان بان بقى في حاله من الانتعاش والبهجه وابداع الشباب كتير، وبقى في مناحي كتيره في النحت وفي الجرافيك وفي الديجيتال ارت، فنواحي كتيره جدا احنا بنفوق، وان شاء الله طول ما في ابداع وطول ما في فكر وطول ما في فن هتنتهي الحاجات المتخلفه اللي هي مش شكلنا، وفي نفس الوقت احنا جوه قيمنا وجوه اخلاقياتنا وجوه مبادئنا، الفن اصلا طلع من الدين، يعني كل الاديان، بصي على الجامع هو كله فن، بصي على الكنيسه هي كلها فن، بصي على اي حضاره هي فن، انما هو الفن مهم انه يبقى له قيمه وجماليات واخلاقيات، انا لما بصلي في جامع في زخارف انا كل دي حاجات بتساعد انها، والدين بيدعو لده، ما هو النظافه جمال، وخذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني كل مسجد لازم اخد، يعني زي ما بتزين وانا رايح فرح وانا رايح الجامع لابد ما هو ده جمال ودي فنون جميله، بس الناس مش شايفه الحته دي، المهم ايه الاوتبوت، ايه اللي خارج من الفن ده هيوصلني لايه؟ اكيد انا وانا بتفرج على معرض وقاعد بسمع مزيكا كويسه اكيد مش هطلع اعمل حاجه وحشه، هيبقى بعيد عن العمر. هتلاقي مشاعرك بقت، واروح بقى اذا كنت انا دكتور او مهندس اروح ابدع وابقى دؤوب والفنان يبقى دؤوب وبلدنا تقف، لان مش هينفع ان بلدنا تقف على رجليها، والحمد لله.